هاي، جبت لك حاجة. ياي بابي، كنت دايما بحلم بيه. احنا رجعنا. ايوه احنا هنا. ايه ده؟ بصي على ده، ماما جابت لي كلب. مستحيل ده يحصل، مستحيل مستحيل. مستحيل. هنعمل ايه دلوقتي؟ ما تقلقيش، هنحل الموضوع ده. مش هتقعد هنا. المحققة بورد، هتخلص منك. استنى بس عليا. ايوه هتتخلص منك. لطيف جدا. اسمك ايه؟ الكل بيقول لي كلب الشوارع. ده غلط يا جماعة. قولوا لي في التعليقات نسميه ايه. أنا عارفة إزاي نفرحه. خليك هنا، هنبني له بيت خاص بيه. رائع. عايز بيت شكله إيه؟ مش عارف، دايما كنت عايش في الشارع. أنا عارفة هنعمل إيه. ازاي اتخلص من الكلب ده؟ الدولاب. اختار ايه؟ اختيار جميل. هوريكو بتعملي ايه هنا. انا عايزه ايه. بصي، ايه ده؟ مش شايفه حاجه. مش مهم. ياي، عملناها. مش هتفلتوا مني. لازم نسرع. محتاجين مساحة أكبر. كملي. المكان بقى جاهز. مامي، المكان هنا ضلمة شوية. هرجع حالا. لقيتها. انت مذهلة. ماما، انا عايزة واحدة زيها. طبعا اتفضلي. ماما، احنا شاطرين قوي. مش عايزاك تخاف من الضلمة. اتمنى ينفع. فوالا. ياي، رائع. هل هيبقى عندي سرير انام عليه؟ اديني دقيقة لو سمحتي. شكرا جدا. اتفضل اهو، استريح. مريح جدا، انا متشكر قوي. احنا نسينا ناكله. سهلة. واحد، اثنين، خلصت.
لذيذ. بون أبيتي. انتو الأفضل. كنت هنسى. حاجة للذكرى. ده جميل جدا. سرقوا مخدتي والدولاب بتاعي. مش هتسرقوا مني تاني. محتاجين خطة جديدة. قلت خطة جديدة. في حاجة ريحتها وحشة. دي حاجة هايلة للتخلص منه. الكلب ده ريحته وحشة. مكانه مش في البيت ده. لا يا زوجة بابا، أرجوكي هننضفه. طيب عندكوا نص ساعة، تبدأ من دلوقتي. مامي هنلحق. خليكي هادية، هنقدر نعمل ده. طيب يلا نبدأ بالجلسة العلاجية. أول حاجة لازم نشيل الفرو الزيادة. واو ده كتير. دلوقتي عديتوا حدودكوا. جهزي المدفع. هينتهي الموضوع قريب. بعد كده نهتم بريحة الفم. الأخبار؟ أحسن كتير، شكراً. وآخر حاجة. الوقت خلص. لا مش هتروحي أي مكان. أرجوكوا يا جماعة، اضغطوا على زرار اللايك علشان زوجة بابا ما تأذيش الكلب بتاعي. يلا بينا. ايه الأخبار؟ أيوة بس ده مش كفاية. يا جماعة كملوا. لازم نمشي من هنا. انت كويس؟ شكرا. لازم نخرج برا البيت. ايوه محتاجين نشتتها. انا زهقت من كل ده. هخليهم بنفسهم يتخلصوا من الكلب. أنا قضيت وقت ممتع جدا. شكرا جدا. عايزة أسمع تعليقك على ده. أنت بتعملي إيه؟ أصل مش نظيفة. هاتي دي. شوفوا كلبكوا عمل ايه. مكانه مش هنا، برا. مش عارف ازاي ده حصل. انا اسف جدا. مفيش مشكلة، احنا هنصلح ده. ده ممتع جدا. خلاص بقت بتلمع. بجد؟ طيب هي ساعديني افهم التليفون ده. اكيد خليني اشوفه. خدي دي. بام بام. شكرا هكمل من هنا. لا ايه ده؟ اسف مش فاكر حتى ازاي ده حصل. حبيبتي في ايه؟ التيشيرت المفضل بتاعي. دلوقتي هيطردوا الكلب. ما تزعليش هنصلحه حالا.
بصي واعملي زيي. أنا بحب أعمل الفن، إيه رأيك؟ حبيته جداً. وهي بصمة، وكمان هناك، ده لطيف. دلوقتي كل العيلة مطبوعة عليه. شكراً يا مامي، وده هيحمي من أي حادثة تانية. هنضف كل حاجة في وقت قليل. تسمحي؟ أكيد. خلاص المشكلة اتحلت. ده جميل. يا ربي. يلا بينا. وده هنا، إيه رأيك؟ ممل شوية. طيب وده؟ لا، لسه بره. عندي فكرة حلوة، هنعمل حفلة. ياي، يلا نبدأ الحفلة. ايه اللي بيحصل هنا؟ هي ركزي شوية حبيبتي، ده ليكي والكلب ليا. وبترجاكي غيري لبسك. طيب هي بصوا، دي ليدي باج. فين؟ أوه، تريتس. أوه، تريتس أكتر. أنت اتمسكت. أوه لا. خلاص كده، كفاية، مفيش حد هنا. ماما فين الكلب؟ مش عارفة. طيب، كله تمام. الحفلة خلصت. فين الكلب؟ وقت الجولة الأخيرة. هي مين اللي طفى النور؟ زوجة الأب، أنت اللي عملتي كده؟ مش هتقدري تخوفيني. مين هنا؟ امشوا من هنا، أنتوا والكلب مكانكم مش هنا. اخرجي وتحديني لو تقدري. عملنا شغل هايل، هاي فايف. بصراحة أنا حاسة بالذنب شوية، بس أخيراً اتخلصنا منه. أنت اللي عملتي كده، أنت شريرة، أنا همشي. أنت عندك مكان أصلاً تروحي؟ أنا عندي بيت جديد، وأنا دلوقتي بقيت زوجة أب كمان. انت بتعملي ايه هنا؟ النهارده عيد الام. مش مهم. مامي جت. بصي جبتلك ايه. هو ده بيتي الجديد؟ شكرا، كان دايما نفسي في كلب. مستحيل، ممنوع دخول الكلاب في البيت. ايه اللي بيحصل؟ بابا بص، دي لطيفة قوي. انت مش هتسيبها تخليك كلبة. لازم اروح الشغل. ياي، انت هتفضلي معانا. مش وانا موجودة. هي مضحكة، اسمك ايه؟ ما عنديش اسم. يا شباب بسرعة اكتبوا في التعليقات اسم لصاحبتي الجديدة.
أنا عايزة أنام. أنا مهملة قوي، هي محتاجة مكان مخصوص ليها. أهو جربي ده. ده شكله مريح بالنسبة لي. ما تتحمسوش قوي، ده اللي أنا هنام عليه. لا، ده للكلبة بتاعتنا. دي مخدتي أنا، دي بتاعتنا، دي بتاعتي. يلا يا مامي اديها لي. ما تزعليش، احنا هنلاقي حل. ده المفروض ينفع. انا محتاجاها عشان انام. اوعى تتجرأوا وتصحوني. لازم نلاقي حل. انا هفضل هنا حاليا. اظن ان انا عارفه نعمل ايه. دي ممكن تصحى. احنا محتاجين دول. فهمت. ده مش هينفع، انا محتاجه ادوات. استنوا اهو. شكرا يا صغيره. يلا نبتدي بالطريقه دي. قربنا نخلص. دلوقتي كله مع بعض. في حاجه ناقصه. دي فكره هايله. خليكي هاديه، هي هتصحى في اي وقت. دلوقتي كنا هنتمسك، لازم نسرع. خلصنا. مكان مريح قوي. شكرا. انا حاسه ان احنا نسينا حاجه. ده المفروض يحسن كل حاجه. لذيذ قوي، عجبني. هتندموا ان انتوا بوظتوا مواعيد نومي. انا هبعدها عن طريقي. مفيش حاجه كويسه. ده كمان مش هينفع. اوه ايوه، ده مثالي. اخيرا. طلبك انتوا يا بنات ومشاكل كبيره. ما عندكمش فكره قد ايه. واحده هنا وشويه هنا، ده المفروض يكون كفايه. ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي حصل؟ شوفي كلبكم عملت ايه. ده مش انا بقول الحقيقه. هنشوف لو كان ده حقيقي. انا كنت عارفه انك بريئه. انا في الحقيقه محتاجه اروح الحمام. اه صح، احنا نسينا خالص نخرجك. هي غريبه. جبتيهم؟ مين الهدف؟ فاهم. يلا يا بيبي امسكي. رائع، شكرا ان انتوا خرجتوني. بصوا اللي هناك. فين؟ ايه ده، ريحته حلوه. هو في اكل؟ اهلا يا حبيبتي. وقعت في الفخ. ساعدوني ارجوكوا، هو بيخطف كلبتي. انت اثبت مكانك. اشك في ده. يا شباب احنا محتاجين تدوسوا لايك علشان نهزم الصياد وننقذ الكلبه. ايه الاخبار يا شباب؟ بسرعه، مش هقدر استمر اكتر من كده. يا شباب احنا قربنا.
هنا. أنت كويسة؟ أيوة شكراً جداً. مش ده اللي أنا اتفقت عليه. أنا هتخلص منها المرة دي أكيد. شوية هنا وهنا. شكراً إن أنتوا خرجتوني أتمشى. مفيش مشكلة يا حبيبتي. شوفوا اللي عملته تاني. أنا مش هقبل ده في بيتي. ما عنديش فكرة إزاي ده حصل. الخنزيرة الكزرة دي مكانها في الشارع. الشارع لا بترجاكي. ما تعمليش كده. الحل سهل. ده مسلي. استنوا بس، الموضوع لسه ما خلص. يلا نشوف هتقولوا ايه على ده. اهو امسكيه. رائع. ايه اللي حصل؟ التيشيرت المفضلة عندي باظت. أسفة ما كانش قصدي. مش مشكلة، هنحسن التيشيرت بتاعتك في لحظة. الفن هينقذ العالم. جميلة قوي مامي، انتي الأفضل. لمسة أخيرة وهنخلص. رائعة، انتي موهوبة. دلوقتي هنقدر ننظف رجلك. وبعدين نلزق دي ونضيف الحشو. يلا يا بيبي. يلا نعملها. خلاص المشكلة اتحلت. ده رائع. شكرا يا مامي، انتي الأفضل. مش معقول. سيريال عشانك يا بيبي. شكرا. وأكلي عشانك يا صغيرة. شكرا. إضافة الفرو للفطر شكلها فكرة هايلة. بون أبيتي. إيه ده؟ الكلبة بتاعتكم كلها فرو. انتي بتتكلمي عن ايه؟ اسفة. مش مشكلة، احنا هننضف صح يا ماما؟ طبعا. يلا نبتدي شغل. خدي دي ودي ودي. اتمنى ماما ما تكونش متوترة قوي. ما تقلقيش، محتاجين بس نسرح لك. جاهزة للحمام؟ ايوه يلا. هنعمل لك يوم سبا. ممكن اعمل ايه عشان تطردوها؟ شفتي مفيش حاجة تقلق. ده هايل. بيبي يلا نلعب. عارفة مش حاسة اني عايزة العب. انا عارفة ازاي افرحك. بصي ده مسلي قوي. انضم لنا. لا مش بحب اللعبة دي. انا عندي فكرة. حفلة تنكرية. فكرة هايلة. بيبي طيب وانتي؟ ممكن نجرب. حفلة شكلها مسلي. هي ده لطيف، بس فين ضيوفكم؟ استني ايه؟ اهلا.
هاي خدوا بالكم، هاي خليكم هادين. انتوا فين؟ المرة دي هتكون مختلفة، يلا اعملها. ساعدوني انا خايفة. ما شفتيش كلبتنا؟ ما شفتهاش. اهلا يا حبيبتي. انا هساعدك. هو اخذ الكلبة، امسكوه. يا مرات بابا النعيم، انتي بتقولي ايه؟ انا مش سامعاكي. ليه سبتيه يمشي؟ ما عنديش فكرة بتتكلمي عن ايه. مرات بابا ساعدينا نمسكه ارجوكي. طيب يلا نروح. خلاص كده مش هيلاقوكي دلوقتي. هي فين؟ هي اختفت. يلا نرجع للحفلة. انا لازم الاقيها. انتي كل ده بسببك. اي حد يساعدني. هي ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ساعدونا. ايه اللي حصل؟ انتوا اتمسكتوا. انت عايز ايه؟ الحيوانات مش ممكن تعيش بره. هنعمل لهم بيوت. اتفقنا، قدامك 24 ساعة. مش هنقدر نعمل كل ده في 24 ساعة. اهدي، هنكون كويسين. خطتنا ايه؟ اهدي، هنبدأ برا. السؤال المهم هنستخدم ايه عشان نبني؟ هاي، دي فكرة رائعة. كيا كله مثالي. متأمن. أنا موهوبة بالفطرة. أعتقد إن المفروض يكون كده. رائع، بس كل واحد هياخد أي بيت. استني، اسمك إيه؟ ما عندناش أسماء. يا شباب اكتبوا في التعليقات أسماء لأصحابنا جداد. قلعتنا هتكون قوية ودموية. أنا ما عنديش مشكلة. هنعمل قلعة للأبطال. ده رائع. أما بالنسبة لنا هنعمل بيت من المشروب. اتفقنا. درجة اللون دي حرفيا بتعصبني. وقت التعويذة. مثالي. ده ساحر. احنا مش هنلحق. هنحط كل حاجة مرة واحدة. حاجة واحدة أخيرة. ده جميل جدا. أوتش. سوبر تشانس. الموضوع مش مهم، مفيش وقت لده. أنا ممكن أساعد. أوه، أنتي الأفضل. مش هنقدر نخلص في الوقت المناسب. عندك حق، هنعمل إيه في الموضوع ده؟ جربي دول. فكرة حلوة. وريهم إبداعي. شوية قطع كمان. دلوقتي البيت بقى على ذوقي. صح جدا. نختار لون إيه؟ أعتقد ده. مستحيل. إيه رأيك في ده؟ مستحيل برضو. طيب أي واحد؟
لازم نضيف شوية دهان كمان. إيه؟ يلا نروح نشوف الموضوع. أنتي سرقتي دهاني. إيه اللي خلاكي تفتكري كده؟ هايل. أنتي اللي أخدتي، ما حصلش. أهو هناك. أنتي وما قلبك، أنا براقبك. أنا لازم أخد بالي أكتر. السقف شكله عادي. عندي فكرة. ده المفروض ينفع. فكرة حلوة. إذا كل الناس تعرف إن البيت ده بتاعي أنا. جه وقت الإبداع. الخطوة الجاية السور. اتفضلي. أوه شكرا. بيت بيليق ببطل خارق حقيقي. إحنا هنعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ هاي إيه دول؟ زيني السقف بيهم. رائع، المشروم مش هيضر. ايه رايك في شكله؟ لذيذ جدا. اوه لا، هنعمل ايه؟ كنت عارف انكم مش هتقدروا تخلصوا. اوه لا الصياد، وقتكم خلص. انا هاخد الكلاب. مش ممكن أسمح بده. وراء. اتأخرت واللي حصل حصل. مش بالسرعة دي. هي يا شباب اضغطوا لك عشان الصياد يدينا وقت أكتر. ايه بالراحة يا شباب، احنا محتاجين لايكس أكتر بسرعة. احنا قربنا قوي. ايه عملناها. طيب بس دي المرة الأخيرة. طيب يلا نبتدي شغل. الحصن بتاعنا لازم يكون صلب. يلا نبتدي كده. أمان جدا. بيتنا محتاج كمان تحصين. فكرة كويسة. سوبر. مش مشكلة. احنا كمان لازم نفكر في حاجة. أعتقد إن دي فكرة وحشة. هو ده. يا ربي أنتي أكيد بتهزري. دي كانت آخر فرصة. أنتي بتتكلمي عن إيه؟ بس ده مش السور بتاعنا. وجهة نظر. طيب بس أنا براقبك. العب. أنا فخورة جدا بيكي. يلا نشتغل على الشبابيك. رائع. عجبك؟ شكله جميل. إحنا نسينا الواجهة. هكون مشرقة ومريحة. مفيش حاجة اسمها جميل بزيادة. ايه رأيك في ده؟ جميل جدا. وجهة بيتنا مش هتسمح بأي شعاع من الضوء. أكيد. دلوقتي بقى مظلم كويس. مش قادرة أقاوم. يعني ده أكيد. أنا نسيت خالص الممر. حلو بس اللون عادي. مش مشكلة، نقدر نصلح ده. جه الوقت نعمل ممر.
أوه، أنت عندك حق خالص. دي سجارة جميلة. إيه رأيك في ده؟ حلو جداً. طيب، يلا نشتغل على التصميم الداخلي. شكله فاضي شوية. لازم نستعجل. خلينا نضيف شوية دفء. فكرتي قبل كده تكوني مصممة؟ كنت هنسى. أنا بتأكد إنك ما نسيتيش. لازم يكون مريح. ناعم جدا. ما تنسيش تاكلي. لذيذ. مش عايزك تبرد. ده المكان اللي تقدر تستريح فيه. المكان ده يليق بيا. ما تنساش شكلي. يلا نضيف شوية فن للمكان. مين الراجل ده؟ اكسسواري المفضل. جه وقت الأكل. هايل. أنا أقدر أعمل زيهم. يلا بسرعة. طيب هتأكد إنك ما تعيش. أنا هنام فين طيب؟ أنا ههتم بده. رائع. أنت محتاج تاكل. متشكر جدا. استنى، في أكتر. ممكن دايما نخليه أجمل. دلوقتي هنفتكر دايما. كل اللي لازم نعمله هو ده رجع. مش هتاخده فرصة تانية. لا، ساعدوني. انتهت تدفع الثمن. يلا نجيبه. كفايه، احنا لازم نساعده. طيب انت هتاخدي بالك من الكلاب دلوقتي. انا حاسس بالم. ايه اللي بيوجعك؟ بطني. ده المفروض يساعد. ده مش عليك. معجزة بس اللي ممكن تساعد. ده صح. سوبر تشانس. خليك جوه هنا شوية. في حد بياكل كل حاجة من غير تمييز. هنضطر نروح المستشفى. الوضع بيسوء أكتر. نعمل إيه؟ أنا هعمل العملية بنفسي. الدخول للدكاترة بس. يلا نبدأ. إحنا محتاجين لايكس علشان العملية تنجح. يلا نشوف إيه اللي عندنا هنا. من فضلكم، محتاجين لايكس أكتر. إزاي ده وصل هنا؟ أنتوا الأفضل. ما تاكلش أي حاجة من غير تمييز بعد كده. أنتي نجحتي. مش عارف أنتي عملت إيه، بس أنا حاسس بتحسن كبير. هنغطي الجرح بجاكيت رائع. مستحيل. بالزي بتاعي؟ لا، أنا أبدا. أنا مش عايز أي لبس. أنا جعان. توم، مفيش حاجة هنا ولا هنا. أنت بتدور على إيه؟ أكل. أنتوا ما عندكوش حاجة. قصدك إيه؟ آه،
يامي، جربوا. ريحته مش حلوة قوي، بس أنا جعان قوي لدرجة إني هجرب. إيه اللي بيحصل هنا؟ أنا بحاول آكل من طبقه الجديد، شكله طبق لفامباير شقي صغير. ممكن آكل فين؟ لحظة واحدة، سوبر تشانس. هو ده بجد طبقي؟ شكله زي المهملات، ده مؤقت. القطعة دي هتتحط هنا. بدبوم، خلص. بيستخدم ازاي؟ دوس هنا وهيخرج جزء من الأكل. هدوس هنا، أخيرا ممكن آكل. عجبه، ده طبقك رائع. ممكن تشرب، أنا غيرت الدم بالمية. شكرا. شفتي، هو بيشرب من طبقي أنا. أنا شبعت وبنام، فين سريري؟ عندي مكان VIP علشانك. نعم قوي هنا، شكرا. أنا هغطيك عشان ما حدش يصحيك. لا بتعملي ايه؟ انا بنيمه، التابوت مش مكان للنوم. طيب ما عدا انتي، في حاجة مريحة اكتر؟ انا عندي فكرة. تسرير جميل ومريح. ما تصحيهوش، سريري أفضل. لا سريري أفضل، لا سريري. سريرك شكله كأنه صندوق. هو إمتى تعب؟ مش عارفة، واضح إنه سخن. أوتش، إحنا محتاجين نكلم دكتور. واو، سريع جدا. أنا كمان مندهشة. أنا كنت بتصنت، قصدي أنا سمعت إن الكلب عيان. أيوة، ما عندناش فكرة هو ماله. أتمنى يكون مش بيعدي. تقريبا بيعدي، ده عشان تتجنبوا الإصابة بالعدوى. وده معناه إن كل حاجة ماشية صح. في ريحة أدوية. فين الكلب؟ انت عملت في ايه؟ واو، انا ما عنديش فكرة. انت تاني؟ اعمليها. استنى، انا هلاقي حل. ايه اللي فاتني؟ انا حسيت اني ضخم وانتي كنت صغيرة. كل ده بسبب السخونة، شكله ما عندهوش حرارة. خلينا نقيس درجة الحرارة. انت كويس جدا. وهو، يلا نلعب، انا عايز العب. يلا نلعب. لعبة ايه؟ امسك. لعبتي المفضلة. اوبس، هي مسكتها. اوتش، لعبة غبية. استني، أنا بس هاخد دي. يلا نلعب لعبة تانية، العبوا. هنلعبك لعبة تانية، سوبر تشانس. أنت فعلا سوبر هيرو، مش ملكة المهملات. إديني لحظة، هحط الأسهم هنا وأثبت الزرار وأوصله في الشاشة. جربها. اعمل ايه؟ دوس على الاسهم وارقص. انا شاطر وكده، لعبه رائعه. ولد شاطر. انا عايز ارتاح شويه. خليني اجرب بس بعد ما اخلص. ممكن تفتحوا الباب ارجوكم دلوقتي؟ ما كانش قصدي. ايه ده؟ You, yeah.
آسف. آسف، أنت كنت مشغولين في اللعبة وما سمعتنيش. أنت كنت بتصرخي، وده معناه أن أنت اللي هتنظفي. مستحيل، ده كان أنت، أنا ما سمعتش حاجة. أنت اللي هتنظفي. طيب، ألو، خدمة التنظيف، إحنا محتاجين خبير. ده مش عادل. أنتوا طلبتوا خدمة تنظيف؟ أيوة، أهي المشكلة. أيوة. واو، أنا شايف. طيب هتقدر تتصرف؟ لا. أنت عامل نظافة صح؟ لا مش كده. واو واو، أنا جيت أسرح قلبكم تاني؟ طيب أيوة. هو ابتدى يعصبني. واضح إن جالك لعبة جديدة. أنا مش لعبة، استنى ما تجريش.